أستاذة نادين، حدثينا في البداية عن هذه المادة ومخاطرها. طبعاً المادة 62 بقانون العقوبات هي مادة قديمة خضعت للتعديل بال 2011، وهي بتنص على أنه لحق للأهل استخدام ضروب التأديب لأبنائهم، يعني المقصود فيها التعنيف الجسدي واللفظي على أن لا يكون مخالف للعرف العام. طبعاً فعلياً هذه المادة لم تستخدم في المحاكم، لأنه بالنهاية في عنا عبارة العرف العام، فهي تعني بالمحصلة أنه أي شيء يصل حد الإيذاء هو طبعاً غير مقبول وغير مبرر. لكن خطورة هذه المادة أنها تعطي مبرراً قانونياً لاستخدام الضرب والعنف الجسدي كوسيلة في تقويم سلوك الأبناء. وإحنا بنعرف أنه هاي المادة أيضاً تيجي بتعزز بعض الموروثات الاجتماعية التي تعتبر أن العنف والضرب هو مباح، هو وسيلة للتربية، وهو أيضاً شأن أسري خاص، لأنه كثير مرات بنسمع مثلاً أهل بيقولوا ابني وأنا حر فيه. فمن هون بتنبع خطورة المادة، ومن هون بتيجي المطالبات أنه هاي المادة يجب إلغائها، خصوصاً إذا ما علمنا أنه نسبة كبيرة من جرائم القتل الواقع على الأطفال داخل نطاق الأسرة هي المحاكم بتكيفها بالنهاية ضرب مفضي إلى الموت، أي أن القاتل ما كان بهدف إلى قتل هذا الإنسان، إنما هو وعم بضربه يعني الأمور زادت ووصلت حد القتل. وإحنا يعني أعتقد جميعنا ما نزال نذكر قصة الطفلة حسناء البنت اللي أبوها قتلها بالضرب لأنه تم اتهامها بالمدرسة إنها سرقت دينار أو دينارين من من المعلمة، فهو بدل ما يأدبها هو قتلها. وهناك يعني قصص كثيرة مؤلمة لأطفال قضوا على أيدي والديهم بحجة التأديب. نعم، طيب أستاذة نادين، في الأيام الماضية كمان سمعنا عن حالات ضرب لأطفال، وللأسف يعني تعرضوا هدول الأطفال لأذى شديد. حدثينا عن حالات واقعة حقيقية، ويمكن يعني صححيني في هذا الموضوع، من بداية 2021 يمكن سمعنا عن 3 حالات وفاة لأطفال توفوا جراء ضرب يعني تعذيب وتربية والديهم. نعم. لهم يعني بالنهاية يعني قتل الأطفال على أيدي مقدمي الخدمة أو الرعاية أو على أيدي فرد من أفراد الأسرة هي ليست مسألة جديدة، هي حالات، طبعا هي تبقى حالات نادرة لكنها حالات تحدث. المؤسف جدا أنه مع كورونا ازدادت معدلات العنف الواقع على الطفل بدرجة ملحوظة. زي ما بنعرف ما في مدارس، ما في مكان الأولاد يطلعوا يفرغوا فيه طاقتهم. نعم. الأعباء على الأسر زادت، ظروف الاجتماعية الاقتصادية كلها تجعلت في جو من التوتر وجو من جو مشحون داخل الأسر. وطبعا هذا يضاف إليه عدم قدرة الأطفال للوصول إلى الخدمات. إحنا بنعرف إنه بالمدارس في الإرشاد التربوي ممكن الطفل يطلع يشوف أصحابه ويحكي لهم. نعم. طبعا هاي التدخلات الاجتماعية كان ممكن كتير تساعد الأطفال بأنه نوقف حدة العنف، لكن مع إغلاق المدارس، غياب تواصل الأطفال مع مجتمعاتهم، غياب التواصل مع المرشدين والأصدقاء، هذا أدى أنه العنف يزيد عدد الحالات وأيضا تزيد حدته، فصرنا نسمع عن عدد جرائم قتل أكثر. ربما آخرها كانت جريمة قتل طفل عمره 7 سنين على يد العائلة اللي تبنته. نعم. طبعا لا تزال القضية منظورة في القضاء ولا يعرف كثير من تفاصيلها، لكن تبين بالتحقيقات أنه إلى جانب الطفل المتوفي هناك أيضا 3 أطفال آخرين للأسرة، وجميعهم تعرضوا للعنف وجميعهم كانوا يتعرضوا للضرب التأديبي من هذه العائلة. نعم. أيضا إذا بدنا نروح للأكبر شوي، لا نزال نذكر قصة الطالبة رانيا التي قتلت على يد والدها لأنه تحصيلها بالجامعة كان أقل، لم تنجح في مواد أو لم يكن تحصيلها الجامعي جيد، فهاي كمان كانت يعني إشكالية كتير كبيرة، لأنه صحيح هلأ بالجامعة بس هذا دليل أنه هي
كانت تتعرض للضرب والضرب التأديبي في كل مرة ما كانت عم بتلبي طموح أو رغبات أسرتها أو عم تتصرف كما هو متوقع منها إنها تتصرف. نعم. طيب أستاذة نادين، خلينا نتحدث عن مشروع قانون حماية حقوق الطفل، شو الجديد بهذا الخصوص؟ هل بيعالج هذا الأمر؟ هل يعني رح يعالج هذا الأمر والتأديب أو التعذيب اللي بيتم على الأطفال من قبل والديهم؟ هلا أنا إذا بدي أحكي، بس قبل ما نحكي عن مشروع قانون حقوق الطفل، حاليا في مشروع عم بيشتغل عليه المجلس الوطني لشؤون الأسرة اللي هو سجل وفيات الأطفال. فهذا السجل رح يكون كتير مهم، يعني أول شغلة هو رح يحدد إيش الأمراض اللي عم بتأدي لوفيات الأطفال، وأيضا رح يكشف عدد حالات الإهمال وعدد حالات القتل للأطفال سواء داخل الأسرة أو خارجها. فهذا مؤشر يعني ممتاز ومهم لحتى نعالج هاي المشكلة. مشروع قانون حقوق الطفل، لأنه زي ما بنعرف إحنا قانون العقوبات تعدل بال 2019، ورغم المطالبات بإلغاء المادة 62 لكن للأسف لم يتم معالجتها. نص قانون حقوق الطفل على أنه بغض النظر عن أي تشريع آخر، لا يجوز للأهل استخدام العنف كوسيلة في تربية أبنائهم. وطبعا هو شمل جميع أشكال العنف بما فيها يعني ليس فقط الضرب والعنف الجسدي، إنما أيضا التعنيف اللفظي والنفسي. فيعني في حال إقرار قانون حقوق الطفل فهذه خطوة مهمة جدا نحو إلغاء أي مسوغ قانوني أو تشريعي بعطي تبرير لاستخدام العنف ضد الطفل. بس في شيء أيضا أهم من المادة 62 اللي هو موضوع إسقاط الحق الشخصي في الجرائم الواقعة داخل الأسرة وتحديدا على الأطفال. إحنا عندنا مشكلة كتير كبيرة بقانون العقوبات، إنه لا يزال يقبل بإسقاط الحق الشخصي، مما بيخلي العقوبة فعليا يعني قليلة. يعني إحنا إذا بدنا نحكي الضرب المفضي إلى الموت الواقع على طفل عقوبته 15 سنة، في حال إسقاط الحق الشخصي بتصير 7 سنين. وإذا بنروح على سجلات المحاكم، يعني بدي أقول يمكن 95% إذا مش 99% من هذه الجرائم بيتم إسقاط الحق الشخصي فيها من قبل الأم أو من قبل أشقاء الشخص المتوفي. فهون لازم يتم إعادة النظر بقانون العقوبات، إنه تكون الأولوية هي مصلحة الطفل الفضلة وضمان الوصول إلى العدالة بتجديد العقوبات على الجناة. وأعتقد أيضا إنه في حال إلغاء إسقاط الحق الشخصي بهاي الحالة إحنا رح نضمن عدم إفلات من العقوبة. نعم. وأيضا طيب، رح يكون في عنا ردع، يعني أي حدا بده يفكر إنه بده يبالغ في استخدام العنف رح يتردد، لأنه بالنهاية العقوبة رح تكون قاسية. نعم. طيب أستاذة نادين، يعني نسمع كتير بأنه يعني من حيث المبدأ في شريحة واسعة من الأهل بيقولوا أنه أنا حر بتربية أولادي، زي حتى ما ذكرتي في البداية، أنا حر في تربية أبنائي، بدي أربيهم بالطريقة المناسبة واللي أنا بشوفها صحيحة. يمكن هذا الموضوع يعني يعتبر متوارث، هو موجود في ثقافتنا، فشو في إحنا هون دورنا كيعني كمجتمع، شو دورنا على هذا الموضوع؟ أنتوا كيعني حضرتك ناشطة في حقوق الطفل، شو دوركم؟ كيف لازم إحنا نوعي المجتمع؟ لأنه هي أول على آخر، إذا القانون يمكن مش عم بتم استعماله بالطريقة اللي هو موضوع لأجلها وما عم بتم محاسبته، وهو القانون ونص المادة أصلاً فضفاض زي ما ذكرتي في البداية، كيف لازم يتم التعامل مع الثقافة السائدة في طريقة تربية الأبناء؟ فعلاً هو أكثر إشي صعب إنك تغير الاتجاهات وتغير المعتقدات عند الناس، وهذا بحاجة لحملات كسب دعم وتأييد قوية ومؤثرة وتوصل للفئات المستهدفة. طبعاً يعني واحدة من المشاكل أنا اللي بشوفها إنه كتير عم بنحكى للأهل إنه الضرب غلط، الضرب مش وسيلة للتربية، بس أنت ما عم تعطي الأهالي إيش هو البديل، كيف يتعاملوا مع أبنائهم. فهي أيضا جزئية كثير مهمة، قديه أنا ممكن أعرف الأهل بأساليب التربية الإيجابية اللي بنسميها وأساليب التربية البعيدة عن العنف. كثير مهم يكون في تفعيل لدور المدارس في هذا الجانب، لدور المساجد. يعني إحنا بنعرف أكثر مكان يكونوا الأطفال موجودين فيه هو المدارس، فممكن من خلال مجالس الآباء والمعلمين نتم عقد اجتماعات، عقد ندوات للأهالي يقدروا يسمعوا فيها، يصير في تواصل أفضل بين الأهالي وأبنائهم.
أيضا إحنا بنعرف قد إيه المسجد له دور كتير كبير بزرع القناعات لدى الناس، وقد إيه خطبة الجمعة أيضا لها تأثير. فعادة إحنا زي ما بنعرف يعني دائما لما يكون في اجتماعات بالمدارس بيروح الأمهات، فأنا بتخيل زي خطبة الجمعة ممكن تكون أداة كتير مهمة للوصول إلى الآباء اللي بيواظبوا على الصلاة. نعم. أيضا المواد الإعلامية، يعني من الأشياء الغريبة قدام نحضر إحنا مسلسلات أو برامج تلفزيونية تتعامل مع ضرب الأبناء والعنف الأسري من باب إنه نكتة ومن باب إنه مزح أو كوميديا. هذا أيضا الشيء لازم يتوقف، يعني الإعلام سواء المكتوب أو المرئي وحتى السوشيال ميديا لازم يكون لها دور كتير كبير بالتوعية. نعم نعم أستاذة نادين النمري، لضيق الوقت يعني، ولكن شكرا لجميع الإجابات يعني اللي قدمتي لنا إياها. نادين النمري صحفية وناشطة في مجال حقوق الطفل، شكرا لوجودك معنا.